ازيكم يا مواليد برج الميزان؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الميزان ليوم الجمعه 17 يونيو حزيران 2022. من المتوقع النهارده يا ميزان انك هتشارك اليوم ده في نشاط يعتبر جماعي جدا، بيضم ليك مجموعه من اشخاص كتير جدا ما بينهم اصدقائك اللي بيبقوا بيشاركوك نفس اهتماماتك في الفتره دي، حتى اهتماماتك الفلسفيه والفكريه والدنيويه. ممكن تفكر النهاردة مع حبيبك في انكم تشاركوا في نشاط مع بعض في اليوم ده علشان يقوي الترابط ما بينكم اكتر. بنصحك النهاردة يا ميزان انك ما تركبش اي نوع من انواع المواصلات النهاردة في المساء خصيصا علشان توصل لبيتك. بفضل انك تمشي على رجلينك النهاردة، ده هيبقى افضل من انك تركب اي نوع من انواع المواصلات. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا ميزان، هتستعيد ثقتك مرة تانية في نفسك وبكل الأشخاص اللي بيبقوا بيحيطوا بيك في الفترة دي. هتلاقي النهاردة الوقت يعتبر مواتي جدا ليك علشان تكرس من خلاله علاقة تعتبر متينة جدا مع كل أسرتك، مع كل أصدقائك اللي انت كنت ابتعدت عنهم من فترة طويلة جدا جدا. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة يا ميزان، هتطرق قدامك عراقيل كتيرة جدا في شغلك، لكن امالك هتبقى بتزدهر دايما وهيبقى عندك تطلعات دايما حلوة. في مؤشرات كتيرة ان هيكون في بداية جديدة ليك، بداية دي تعتبر خلاقة جدا وهتقودك دايما لمشاريع بتبصر فيها النور بشكل قريب. خليك مستعد ليها علشان تعرف تستمتع بيها اكتر. بالنسبة ليك صحيا النهاردة يا ميزان، هتدفعك كل الانفعالات اللي انت بتكون فيها نحو الهاوية في اليوم ده. هتتملك نفسك اكتر، مش هتعرض نفسك ولا استقرارك الصحي لأي نوع من انواع المخاطر في اليوم ده.